عندنا في استراتيجية الوطنية للرياضة فيها جزء خاص برياضة البطولة، وده حضراتكم شفتوه سواء المشروع القومي للموهبة والناشئين اللي حقق أغراضه، بداية تحقيق الأغراض في محمود حسني وفي رحمة وفي شيماء في المصارعة وفي أبطال المصارعة اللي بدأ يحصل ضخ للمنتخبات الوطنية فيه، وأيضا نتائج ولادنا والاتحادات الرياضية ومعها اللجنة الأولمبية كل المنظومة الرياضية من خلال بطولة البحر الأبيض المتوسط وعلاقتنا الحميمة في الحقيقة والتشجيع الكبير. كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة الصديق بالجزائر الشقيقة معالي الوزير عبد الرزاق سبحاق، وأيضا للشعب الجزائري كله قيادة سياسية في الحقيقة للتفاعل الكبير جدا مع الدولة المصرية، ودي يعني علاقة كبيرة جدا في استقبالنا أيضا في الوفود الجزائرية المنتخبات اللي كانت موجودة في مصر. بنبادل الأشقاء نفس الموضوع لكن تشجيعهم بهذا الشكل، احنا بنشكركم من القلب. النهارده اليوم متقسم لثلاثة كاتيجوري، فري ستايل وسترينث وباور. كل السترينث والباور متقسمين لثلاث فئات، خفيف وتقيل ومتوسط في الاوزان. على اسرع واحد يجيب عدات في وقت اكتر، بعد كده لما بيكسب بياخد مركز اول بيتقال لبطوله العالم لروسيا، بيسافر روسيا تبع كوسكواد بيلعب في بطوله العالم في روسيا. والله احنا في المشروع ده من 2015 وفضلنا مستمرين في المشروع لحد الان، وشاركنا في كذا بطوله دوليه منها البحر المتوسط وبطولات افريقيا ومعسكرات خارجيه، يعني المشروع واقف في ظهرنا ومساندنا كويس جدا. هو في الاول خالص كنا صغيرين فبيعملوا اختبارات، يعني ما كناش لسه سجلنا في نوادي وبتاع، فعملوا لنا اختبارات وبيختاروا بقى في لجنه، بيكون في لجنه فنيه وبتاع فبتختار. المشروع القومي بينضم افضل العناصر الموجوده في مصر على مستوى الجمهوريه، بيتم المشاركه فيهم في بطولات افريقيه وعالميه، وانا حاصل على اول افريقيا مرتين، مره 2020 في الجزائر و2022 في المغرب، وحاصل على اول بحر ذهبيتين البحر المتوسط في 2021 في اليونان. شاركت في بطلة العالم بطولة العالم بالمكسيك، حصلت على المركز الخامس، وكان في دعم من المشروع القومي في دمياط، في دعم مادية، وكان المشروع مكتسح رفع الأسكار. أول حاجة إن أنا بدأت بالمشروع من وأنا صغيرة، وبعدين طلعت بقى واحدة واحدة في المشروع ده، بعدين بقيت من أبطال الواعدين، وبيدعم حاجة كويسة وإن شاء الله نبقى حاجة كويسة إن شاء الله.